في هذا الموسم سيد عبد الله الشهير بنيمار. كابتن سيد اهلا بيك، مليون مبروك الكاس. الله يبارك في حضرتك، وانا دلوقتي فرحان جدا ان انا مع حضرتك، وفرحان ان اول بطوله ليا مع نادي الزمالك، وان شاء الله دي مش اول بطوله يعني، ان شاء الله ان شاء الله اركز في الدوري وبالنسبه لحواسي ان شاء الله اكون عندي حسن ظن ممكن انا اللي فرحان بوجودك معايا يا كابتن سيد، واقول لك مبروك، لان انت يعني مشوار من ساعه ما ادالك الثقه فيريرا وانت ماشي بمشوار خطواته متصاعده. خلينا اكلمك الاول عن ماتش النهارده. انت حتى في ادوار مختلفه بتلعب النهارده، كلمني عن الفوز، شفته ازاي، اتحقق ازاي من وجهه نظرك، ولو ينفع تبعد شويه عن الزحمه عشان نبقى سامعين صوتك كويس والله. احنا كده من كويس. اول ماتش المحله واحنا خلاص قفلنا الصفحه دي، وقلنا ان احنا لازم نركز مع الكاس، ان احنا برضه بنلعب مع نادي كبير زي النادي الاهلي. وطبعا احنا كفريق من اول يوم واحنا داخلين المعسكر مركزين كلنا، واللي احنا لازم ناخد البطوله دي هتفرق معانا مع اللعيبه كلها وتفرق مع جمهور نادي الزمالك. والحمد لله رب العالمين احنا تعبنا، والنهارده من اول ماتش واحنا داخلين بشكل ان احنا ناخد البطوله الحمد لله رب العالمين. النهارده شفنا شوط اول مثالي منكم كلكم على الناحيه الهجوميه، جرأه كبيره منك انت كمان كلاعب شاب في وسط مجموعه من اصحاب الخبرات. كلمني عن الدور اللي كان مكلفك بيه النهارده فيريرا. والله هو طبعا هو كان قايل لي ان انا اخد الخط كله اهاجم مع حمدي الفصلوسي. الحمد لله احنا كلنا رجاله كلنا على قد المسؤوليه، والحمد لله. وبشكر طبعا كابتن وليد صلاح الدين وكابتن سيد طبعا. كابتن وليد صلاح عبد اللطيف وكابتن ضياء السيد بيسلموا عليك وبيباركوا لك. مبروك يا سيد. الله يبارك في حضرتك، الله يبارك التوفيق ودايما موافق. عايز اسالك برضو، يعني فيريرا من وقت ما هو بيقرر ان خلاص سيد بقى لاعب شبه اساسي معاه في الفرقه، ازاي ادالك الثقه؟ جلساته معاك كان بيقول لك فيها ايه؟ لا هو طبعا البروف من اول يوم جه مسك نادي الزمالك، وطبعا مديني الثقه وقال لي انت لعيب كبير وانت هتاخد، بس انت لازم تكون قد المسؤوليه وكده، والحمد لله رب العالمين. اللعب كجناح ناحيه اليمين زي النهارده، ولا اللعب في طريقه 3 5 2 كجناح باك في ماتش الاهلي اللي فات، انت ايه بتفضله او ايه مكانك المفضل؟ انا بفضل والله الهاب ليفل طبعا، ما كان كابتن اشرف بن شرقي طبعا الحمد لله اللي هو يقوله لي هلعبه الحمد لله. كلمه نيمار، مين اللي سماك نيمار من وانت صغير؟ اعتقد واحنا في الناشئين صحابنا كده، وانا كنت بعمل قصه نيمار، وكنت في الناشئين يعني الحمد لله كنت بلم، وكنت يعني كنت شبه نيمار كده، كنت بعمل قصات وكده، فطلعت يعني من صحابي يعني. دي مستنيينها منك كمان الفترة اللي جاية بقى، التمريرات إن شاء الله. والمراوغات بتاعت نيمار. لكن انت الحقيقة لاعب مبشر جدا، مبسوطين بظهور اسم زيك، انك كمان مجتهد ومحترم جوه الملعب، ودي نقطة كويسة قوي. ان شاء الله ان شاء الله رب العالمين، ابقى عند حسن ظن الجمهور وكل الناس ان شاء الله باذن الله. مبروك مرة تانية سيد عبد الله لاعب نادي الزمالك الشاب.